السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لجميع المشاهدين والمشاهدات، مرحبا بكم معنا على قناة فيلوسوفيا النجاح. يعني بعدما قدمت لكم تقديما خاصا بمجزوءات المعرفة ثم المفهوم الأول اللي هو النظرية والتجربة، الآن سنتحدث عن المحور الأول المعنون بالتجربة والتجريب. قلنا أننا سنجيب عن سؤال كيف تبنى النظريات العلمية. المحور سميته التجربة والتجريب، بمعنى أننا سنتحدث في هذا المحور عن التجربة كمعيار من معايير بناء النظريات العلمية. هنا سنحاول أن نحدد الهدف من هذا المحور. فالهدف من هذا المحور هو محاولة معرفة دلالة التمايز، يعني الاختلاف ما بين التجربة والتجريب. احنا المحور عندنا التجربة والتجريب، خصنا نعرفوا الفرق ما بين التجربة والتجريب ودور التجربة العلمية في بناء النظريات العلمية. إذا هذا الهدف من خلاله يمكن أن نتساءل ونقول ما دلالة التمايز بين التجربة والتجريب، وما هو دور التجربة في بناء النظريات العلمية. هل التجربة لوحدها قادرة على بناء النظريات العلمية، يعني قادرة على بنائها تعود على النظريات العلمية، أم يجب الاعتماد على أسس أخرى؟ إذا للإجابة عن هذه التساؤلات نبدأ مع الموقف الأول، وهو موقف غلود بيرنار. غادي نشوفوا مع غلود بيرنار خطوات المنهج التجريبي التي يقترحها. يقول غلود بيرنار: لكي ندرس ظاهرة من الظواهر الطبيعية لا بد أن نعتمد على المنهج التجريبي. هذا المنهج يتكون من 4 خطوات: الخطوة الأولى اللي هي الملاحظة، الخطوة الثانية اللي هي الفرضية، والخطوة الثالثة اللي هي التجربة، وأخيرا الاستنتاج. كيف يمكن للعالم أن يبني نظريته العلمية انطلاقا من هذه العناصر؟ هذه الخطوات سيستنبطها أو سيطبقها غلود بيرنار على مثال الأرنب. كان عنده واحد الأرنب، جابوا له صاحبه شرع من السوق، جابوا له غلود بيرنار حط داك الأرنب في واحد الطاولة ونساه واحد اللحظة وكيشوف. سمعوا معايا مزيان، كيشوف يعني كيلاحظ ان اللون ديال البول ديال الارنب ماشي طبيعي، ماشي عادي كما معروف على الارانب. اذا هنا شنو كنفهموا؟ كنفهموا ان الملاحظه هي معاينه الظاهره المراد دراستها علميا. راه كون كنت انا وكنت انت ما غاديش تلاحظ هذه المساله هذه، ولكن العالم يعني يلاحظ بطريقه علميه. من بعد ما شاف أن البول مختلف ماذا قال؟ قال ربما هذه الأرانب تغير بول لونها بسبب الأكل، لأنها لم تأكل لمدة طويلة. فافترض، هنا كتجي فرضية اللي هي فكرة أو تفسير أولي للظاهرة المدروسة. قلنا افترض غلود بيرنار بأن هذه الأرانب لم تتذوق العشب، يعني ما كلاتش الربيع، وبالتالي فهي كانت تقتات من دمها. اذا الفرضيه هي شنو خصنا نديرو؟ خصنا نديرو التجربه اللي هي اعاده بناء الظاهره مختبريا من اجل التاكد من صحه الفرضيه. شنو دار غلود بيرنار؟ اعطاها الربيع وهو يرجع البول ديالها طبيعي، ولكن ما توقفش، مازال ما كملتش التجربه. واحد اللحظه هو يمنع عليها الاكل، هو يتغير اللون ديال البول ديالها. اذا هنا الفرضيه ديالو صحيحه، ولكن باش يثبت الفرضيه مزيان ولا عاود تجربه مره اخرى، لقى البول ديالها رجع طبيعي. من بعد خلاها بالجوع تبدل اللون ديالها، يطبق التجربه على الخيول باعتبارها حيوانات عاشبه، فوصل الى نفس القضيه. ومن هنا ياتي الاستنتاج الذي هو القانون الدقيق والنهائي الذي نفسر به جميع الظواهر المتشابهة. إذا هذا المنهج التجريبي يقول غلود بيرنار بأنه صالح لبناء النظريات العلمية، يعني أن النظريات العلمية حسب غلود بيرنار تبنى بواسطة التجربة. ولكن هنا نتسألوا مع غلود بيرنار وغنسولوا غلود بيرنار: هل المنهج التجريبي الخاص بك صالح للتأكد من جميع الظواهر الطبيعية والفلكية والفيزيائية؟ هنا غادي نوضعوا هذا المنهج التجريبي بين قوسين، يعني عليه علامه استفهام. الجواب غادي نشوفوه مع روني توم حتى هو كيتكلم على خطوات المنهج التجريبي، ولكن خطوات المنهج التجريبي عند روني توم ليست هي خطوات المنهج التجريبي عند غلود بيرنار.
حتى هو عنده أربعة الخطوات. الخطوة الأولى هي التوفر على مختبر، الخطوة الثانية هي إعداد وتجهيز المختبر، الخطوة الثالثة هي إحداث خلل في التجربة، الخطوة الرابعة هي تسجيل النتائج. فما هي خصائص هذه الخطوات؟ أولا يقول روني توم أنه يجب علينا أن نتوفر على مختبر من أجل أن ننجز فيه التجارب، ولكن كيف هي طبيعة هذا المختبر؟ يقول روني توم قد يكون ماديا واقعيا وقد يكون خياليا. لاحظوا معي كلمة ماديا واقعيا، يعني يكون عندنا مختبر في حجرة في واحد الغرفة وفيه الماتيريال، ولكن ما معنى أن يكون المختبر خياليا؟ بمعنى روني توم كيضيف شيء جديد اللي هو عنصر الخيال في المنهج التجريبي. يعني ما بقيناش كنتوفروا غير على مختبر ديال بصح كاين في الواقع، لا، ولا عندنا ما يسمى بالمختبر الخيالي، بمعنى أن هذا الخيال نعتمد فيه على العقل. إذا لاحظوا معايا، نعتمد فيه على العقل، نفكر ونتخيل بواسطة العقل، هذا هو المقصود بمختبر خيالي. ثم الخطوة الثانية إعداد وتجهيز المختبر. هذا المختبر هذا خصو يكون فيه المواد الأولية والضرورية. احنا كنعرفوا المختبر المادي كيكونوا فيه الماتيريال ثم المواد الأولية اللي كنخدموا بها، ولكن المختبر الخيالي شنو كيخصنا؟ كيخصنا التفكير، كيخصنا الرياضيات، كيخصنا المنطق. علاش؟ لانه باش نتخيل شي حاجه كيخصني نتوفر على هاد المقومات، هادو المقومات الهندسيه الرياضيه. اذا هنا كيتبين على ان روني توم كيدخل هاد العنصر ديال الخيال او العقل في المنهج التجريبي. ثم بعد ذلك الخطوه الثالثه يقول روني توم انه يجب علينا ان نحدث خللا في التجربه. علاش؟ لانه عندما نقوم بتجربه معينه يجب علينا أن نحدث فيها وأن نضيف إليها مجموعة من المتغيرات لكي نتأكد مما إذا كانت التجربة ناجحة أم لا. مثلا أنا ضفت واحد المحلول على واحد المحلول، أعطاني واحد النتيجة، أعطاني واحد المحلول معين. شنو خصني ندير باش نعرف بأن هذه النتيجة مضبوطة؟ خصني ندخل عليه بعض التغييرات باش نشوف واش دائما يمكن لي نحصل على داك المحلول. غادي نزيد واحد، نزيد الماء مثلا ونشوف واش غادي يوقع شي تغيير، اولا مثلا نقص من نسبه الاكسجين ونشوف واش غادي يوقع واحد التغيير ولا لا. هذا هو المقصود باحداث خلل في التجربه او في المنظومه المدروسه. اخيرا تسجيل النتائج. يقول روني توم انه يجب علينا ان ندون النتائج المتحصل عليها بواسطه اجهزه متطوره. علاش؟ مثلا انا عندي محلول ديال الكبريتيك، درت مثلا 5 غرام، خصني نسجلها باش من نبغي نولي نعاود التجربه تكون عندي الكميه مضبوطه. مثلا الا كندير واحد التجربه فيها الديناميت، انا درت 5 كيلو مثلا ديال الديناميت ولا 5.70 كيلو، اعطاتني واحد القوه ديال الانفجار معينه، ما سجلتش الكميه ديال الديناميت وما بقيتش عاقل واش درت 5 كيلو 70 ولا 5 كيلو 80. الا درت 5 كيلو 80 القوه ديال الانفجار غتكون كبيره بطبيعه الحال. عندي مواد قابله للاشتعال بسرعه، استعملت نصف لتر مثلا، ولكن فاش بغيت نعاود التجربه استعملت نصف لتر فاصلة 50، بمعنى راه كنغير من الكميه. اذا قد تكون النتائج وخيمة أثناء التجربة، إذا لهذا يجب علي أن أسجل دائما النتائج بشكل مضبوط ودقيق. إذا هنا كنلاحظوا على أن روني توم ينتقد من خلال منهجه التجريبي هذا، ينتقد المنهج التجريبي الخاص بكلود برنار. علاش؟ لأن المنهج ديال كلود برنار يبدو منهجا تقليديا، منهجا يصلح لدراسة الظواهر التي يمكن مشاهدتها بالعين المجرده، ولكن مع روني توم بادخالنا لعنصر الخيال والعقل يمكن ان ندرس ظواهر غير مرئيه، وذلك بالاعتماد على العقل او الخيال. اذا هذا هو المحور الاول معنون بالتجربه والتجريب. ما بقي لي الا ان اقول لكم حظا موفقا، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.